رجعنا لكم بعد الفاصل، وهاجة صارت حاضرة معنا بالاستوديو، هي ضيفتها لنعرف أكثر عن بيروت فاشن ويك. صباح الخير لكل مشاهدينا ومع حلقة جديدة من فقرة على الموضة. ومثل ما على طول أنا بقول وبكرر، بيروت ولبنان من إحدى البلدان، وبيروت من إحدى أهم عواصم الموضة. واليوم وبعد بكرة نهار الخميس ب 23 ماي رح يصير إيفنت، وهو بيروت ديزاينرز ويك. بيروت ديزاينرز ويك رح يصير بالزيتونة باي، اللي جامع كل المصممين وأكثرية المصممين اللبنانيين وحتى المصممين للاحتزانة. من وراءها ساندرا غطاس ابتدت وطلعت بهيدي الفكرة من فترة كتير قصيرة، وهلأ صار في عنا تقريبا شي 70 اكزيبيتور. صباح الخير ساندرا. هلو هادي. بفترة كتير قصيرة طلعتي بفكرة بيروت ديزاينرز ويك، وان شاء الله نهار الخميس رح تفتتحوا لنهار الاحد. اذا فيك تخبرينا كيف طلعت هيدي الفكرة واختياركم للمكان اللي كتير حلو. اول شيء ما بدي صلح لها بس معلي دوت دوت ويري، انا من بس هو يعني يمكن مفروض كان يكون بيروت فاشن ويك، بس الاسم لان ماخوذ ما بنقدر نسمي بيروت فاشن ويك. خلينا نقطع عنا ديباساج وبعدين نرجع نفسر لك رولا. بيروت ديزاينرز ويك هو معرض اكزيبيشن عم بلاتفورم لنقدر نبرز فيها ديزاينرز من كل انواع الديزاينرز تقريبا، يعني ان كانوا فاشن ديزاينرز يا ما مش محدد جولرز. بس فاشن ديزاينرز لا ما محددينها بس فاشن ديزاينرز، اعطينا مجال للجولرز وكمان للهوم اكسسوارز ديزاينرز انه يشتركوا بهالمعرض. الفكره انه نعطيهم منصه انه يقدروا يبرزوا كل ابتكاراتهم تبع السنه، خصوصا تبع سبرينغ سمر 2013 بقى. وزيت الوقت نفتح لهم مجال للبيع المباشر ويتعرفوا على الزوار ويتعرفوا على الزبونات الجداد، ويقدروا يعني يعرفوا عن حالهم للإعلام كمان. بزيت الوقت طلعت الفكرة من شي 3 أشهر بس، ومفروض أنه هيدا المعرض ياخد شوية تحضير أكتر، يعني أكتر من 3 أشهر، بس قصدنا أنه نعمله بماي بفصل الربيع وبداية الصيف. بداية الصيف وبذات الوقت هي الهاي سيزن تبع الفانيو اللي منقيينها يلي هي الزيتونة باي، بتعرفي انه بهال نحن هلا عم نحكي بيقطع الصور البوستر والمكان الزيتونة باي كمان. مظبوط، اتس لكجري بلاتفورم كثير حلوة. انا لقيتها محل استراتيجي تينعمل فيها معرض من هالنوع يلي موجه للاند كونسيومر ومفتوح للببليك. At the end of the day بدك مطرح اتراكتيف، بيعمل اتراكشن يعني العالم بتجي عليه، يعني حتى من دون معرض كيف تأذى في معرض تحت، يعني وي ار اكسبكتينج يعني فيزيتورز فلو كثير عالي ان شاء الله يكون على حسن ظني. اشتغلنا كثير وعملنا كثير دعايات، عندنا تقريبا عم نشوف البلبوز والمكان. طيب ساندرا خلينا نعرف اكثر، الخميس الافتتاحيه رح تكون اوبن للببليك اما بس للمعازيم؟ لا اتس اوبن فور ذا ببليك، لان قلت لك موجهه لكل المحبين لكل محبي يعني الموضه. الموضه اكتشاف ايفنت جديد بين زيتونه باي والبيروت ديزاينرز ويك، فين ينزلوا حتى من ابتداء من الخميس، من اي ساعه لاي ساعه؟ رح فاتحين من 12 الظهر للعشرة بالليل، هو وقت شوي طويل، بس بذات الوقت لأن البروميناد تحت بتعرفي فيها أكثر من 14 مطعم وكافيه وبوتيك، بوش بوتيكس موجودين تحت، بقى العالم تتوجه لهالفانيو تقريبا من الظهر وطالع للعشية. على الترويق على مظبوط حتى للترويق. اخترتوا لكن ساعة من الساعة 12 للساعة 12 للساعة 10 بالليل. للساعة 10 بالليل، ولكن والايفنت هو من نهار الخميس لنهار الأحد كمان. شو في أحد شو عم تعمل ايفنتات اضافيه؟ هلا رح يتخللوا بعد شوي بنرجع بنذكر اسماء اللي هيك الهايلايت، تقريبا التوب 20 اسماء من الديزاينرز. بس قبل انه شو في، ما في البيج بارتي
في عنا اكتيفيتيز رح تصير ضمن المعرض. اول نهار يلي هو 23 ماي رح يكون في الافتتاحيه الرسميه، رح يكون في شخصيات رسميه والاعلام ووفد رسمي يعني رح يقص الشريط. ثاني نهار عاملين ا بيج بارتي، وي ار اكسبكتينج مور ذان 500 بيبل عليها، رح يكون فيها فاشن شو ل 15 ديزاينرز بس من المشتركين بالمعرض. هن بتعرفي 70 اكزيبيتور يعني رح يكون عندنا 70 ستاند تحت بس للفاشن شو تبع الكوكتيل بارتي. عملنا سلكشن ل 15 بقى. وبالنسبه للعرض على العزيمه، اما في ناس مثلا بيقولوا لي مثلا بدنا نفوت فينا نفوت نحضر الدفيله؟ لا، هي هيدي اتس برايفت. هيدي فانكشن فانكشن لحالها، اتس برايفت، عالم معزومه، منقيين فيري سيلكتيف كراود انه معزوم عليها. رح يكون في فيموس دي جي عم هو بلاينج ذا ميوزك ولايف اون اون ذا راديو. يعني انا محلي ساندرا لازم اوقف هون احكي، لانه عم للمشاهدين انه عن ايفنت مش رح يقدروا يجوا عليه الا اذا كانوا عندهم الكارد انفيتاسيون الخاصه المميزه. طيب شو كمان غير شيء للمشاهدين عم يحضرونا مش برايفت، مثل كيف نهار الاوبننج في كل حدا من المشاهدين يروح؟ هو المعرض مفتوح للزوار من ال 12 الظهر لل 10 بالليل، فيهم يجوا ويتسلوا بكل شيء بالممشى البحري تحت، وبذات الوقت يزوروا كل الستاندات الموجوده. يعني ونحن المعرض سكتت من اول الفنيو زيتون لآخرة، يعني بيتمشوا ليخلصوا يزوروا كل الستاندات، بيكونوا عن جد فعلا تعبوا انه كل السيت اب اتس انترتيننج بحد ذاته. يعني ما في لزوم انه تخلقي اكسترا اكتيفيتيز انه فور انترتينمنت، لانه هو اصلا يعني مجمع ترفيه وما كان مجمع سياحي للناس تنزل تتسلم. طيب ساندرا بس بالنسبه للديزاينرز كنت بدي اقول لك انه في كونفرنس رح تصير بس هي مخصصه لتلاميذ الجامعات، ازمين عليها اكثر من اربع جامعات، في تلاميذ سيلكتد باي ذير بروفيسورز رح يحضروا مع بادجز ليحضروا الكونفرنس يلي رح يكون سبيكرز فيها توني ورد. اوكي بنعرفه فاشن ديزاينر. ايه المصاب كان من خريجين الاسمنت. اكزاكتلي. وعندك كمان سيريل نجار اركيتكت كمان مبدع وشاطر و عم بيعمل انجازات بلبنان وبرات لبنان. وفي عندنا الوزير دميانوس عطار رح يحكي عن البارت الايكونومي واندستري ريليتد تو فاشن اند ديزاين. وهيدي كيف بيتم الاشتراك الانضمام لهالكونفرنس؟ اذا مثلا اذا انت عايزين اربع جامعات بس مثلا انا من جامعه اكس من ضمن هيدا، فيني مثلا تلفن للاورجنايزر جاتا اقول احجز اسمي لهالنهار الكونفرنس؟ بلا، اذا تلميذه فيها اكيد تتصل وتحجز. هلا نحن ركزنا هالاربع جامعات يلي هن عندهم الفاشن ديزاين كورس موجود، فاشن ديزاين ميجر، عشان هيك ركزنا عليهم. اوكي، لان اتس 90% عن الفاشن ديزاين، سو كان بدنا يلي عم يدرس فاشن ديزاين انه يكون موجود، يا اما يلي عم يدرس يمكن انتيريور ديزاين كمان. في عندي كثير اركيتكتس وانتيريور ديزاينرز عم بيحاولوا عم يصيروا فاشن ديزاينرز، عم يروحوا يتخصصوا برا بسكولز اوف فاشن برا وعم يرجعوا يمارسوا المهنه. بقى عزمنا سيلكتيف يعني جيست على هالكونفرنس، موست اوف ذيم هن تلاميذ ستودنتس، وفي كمان الاكاديميكس البروفيسورز، وليحضروا ليشوفوا شو الجيست سبيكر عنده ليقول لهم عن موضوع الديزاين ان جنرال، ويعني وراح ينفوت اكثر بتفاصيل الفاشن ديزاين. بالنسبه للمصممين ساندرا، مين ابرز المصممين اللي مشتركين عندك؟ هن كلهم فعلا تالنتد، كلهم تالنتد اكيد. هلا في يعني في الواحد يشوفهم على الفيسبوك بيج تبعنا بيروت ديزاينرز ويك. بيروت ديزاينرز ويك بفوتوا على الفيسبوك بتشوفوا كل المصممين المشتركين، حاطين البروفايل تبعهم صورتهم وبريف عن كل حدا منهم، حتى حاطين everybody who is involved بهالمشروع حاطين عنهم، حتى السبونسرز تبعنا والميديا بارتنرز. سو كل شيء about بيروت ديزاينرز ويك في الواحد يعرف عنه على الفيسبوك بيج تبعنا. بذات الوقت نحن كان في لجنه عملت سيلكشن، نحن اجينا كثير طلبات، عندنا تقريبا هلا زياده شي 52 ويتنج ليست، بس ما رح نقدر نضمهم لهال
لبيروت ديزاينرز ويك سبرينغ سمر 2013 لان عندنا مشكله الموقع ما بقي ساعة تحت بقى وي ار ليميتد تو 70 يا ريت كان فينا ناخذ اكثر. عملنا سيلكشن كبيره من الطلبات اللي اجت ومش نحن بس كاورجنايزرز عندنا براي البروفيسورز والاكاديميكس والجست سبيكر بالكونفرنس وحتى اور بارتنرز بيروت ووتر فرونت ديفلوبمنت بانه السيلكشن انه كيف تنعمل وعلى اي اساس يتنقى كل ديزاينر. هلا كلهم تالنتد كلهم عندهم اشياء حلوه. ما حابه اسمي حدا مشان انه ما اعمل دعايه لحدا اكثر من غيره بس فعلا يعني اذا بتفوتي على الويب سايت بتشوفي عنهم كلهم يعني محطوط. لكن بتمنى لك كل التوفيق ساندرا واكيد ان شاء الله بنكون موجودين نهار الخميس لنهار الاحد كل يوم بنقطع شوي بنشوف بارت من زيتونه بي بالاضافه للبيروت ديزاينر ويك لنكتشف كل المصممين الجدد. وهيك بتنتهي فقره على الموضه لليوم مع ساندرا غطاسي خبرتنا اكثر عن بيروت ديزاينرز ويك اللي حتصير بزيتونه بي من نهار الخميس من الساعه 12 لنهار الاحد من الساعه 12 للساعه 10. فيكم تكونوا موجودين بالاضافه فيكم تفوتوا على الفيسبوك بيج لتعرفوا اكثر عن المصممين المشتركين بالاضافه كمان للبارتنرز. وهلا بتنتهي فقره على الموضه لليوم ننتقل لعندك رولا. بدي اتشكرك هادية واتشكر كمان ضيفتك. رح نتوقف بنشوفك رولا اكيد ان شاء الله. رح نتوقف مع فاصل اعلاني من بعده بنروح على المطبخ عند الشيف شادي لنشوف شو عم يحضر لنا بالكفتة برشة ملح وكمان بخفيف نظيف. رح نحكي عن الأكل الصحي ويلي لازم يتبعوه الأشخاص يلي عم يقدموا فحوصات أو إكزاما بالمدارس أم بالجامعات وراجعكم بعد شوي.